السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد، هنعمل أكلة كل بيحبها وما يستغناش عنها في أي بيت. أكلة سهلة وسريعة بتنفع في وقت الزنقة. هنعمل مع بعض ان شاء الله البولو بيف بطريقة حلوة ان شاء الله يا رب تعجبكم. بس قبل ما نقول مقدرنا النهاردة، ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده بقى شكل البولو بيف اللي هنعمله مع بعض النهاردة. هو له كذا طريقة بيتعمل بيها، هنعمله معاكم برضه مرة طاجن في الفرن وهنعمله بالبيض عادي. وهنبدأ وصفة النهاردة ونقول بسم الله. دي كل ما قدرنا النهاردة، دي علبة بول بيف انا هرسيها بالهراسة او بشوكة، ودول 4 بيضات، ودي بهاراتي مش كتير النهاردة، ملح ابيض وفلفل اسمر ومعلقة بهارات مشكلة، ودي بصلاية كبيرة عاملاها انا ترانشات ومعلقتين سمنة، وهنا فلفل الوان انا مقطعه شرايح كبيرة شوية عشان البصل كبير برضو، دول 2 حبات من الطماطم مقطعاهم مكعبات. هي دي بس وصفة النهاردة، ونبتدي في وصفتنا ونقول بسم الله. هنا معايا صينية ولعت عليها وهنزل عليها بالمعلقتين السمنة بتاعتنا، معلقتين اتنين بس من السمنة، هما مش كتير طبعا عشان لسه البصلة هتتشوح فيها ويعتبر البيض هيتقلي فيها والبولويف هيشرب منها، فمش هتبقى كتير طبعا المعلقتين، هسيبهم يسخنوا بس بسيط كده. بصي كده بدأت السمنة تسيح معايا، هنزل بقى بالبصل بتاعي، ده بصل انا مقطعاه جوانح مش مقطعاه صغير، هبدأ ادبله بس كده في السمنة، احاول افككه من بعضه. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وتنجدك في اي حاجة، لو حد جالك او اتزنقتي في اكلة، وتنفع فطار غدا عشاء. بصوا معايا كده بدأ يدبل، بحاول اقلبه عشان مش عايزاه يحمر، عايزاه يدبل بس. بصوا كده يعتبر دبل نص تتبيله، يكمل سواه طبعا مع بقيه الحاجه. دي 2 حبات الطماطم اللي انا قطعتهم مكعبات، هنزل بيهم على البصل، هقلبهم كويس. انا كل حاجه في الاكله دي بتتشوح بس ما بتحتاجش سوا كتير. هننزل بقى بعد كده بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسمر وملح ابيض ومعلقه بهارات مشكله، هقلبهم كويس مع الطماطم والبصل، ياخدوا تشويحه بس بالبهارات شويه. بصوا كده كانت خدت تشويحه، انا فصلت عشان ما اطولش عليكم، البصله دبلت اكتر والطماطم. هبدا انزل بقى بالفلفل الالوان بتاعنا، اكله ما بتاخدش دقايق وانت بتعمليها وسريعه وحلوه ولها كذا طريقه بتتعمل بيها، يعني شايفين الالوان عامله ازاي. الفلفل الالوان بيفرق طبعا في الطعم وفي الالوان بتاعه الاكل خالص. كده خلاص انا مش عايزه اسوي الفلفل قوي، انا يا دوبك شوحته بس، هنزل بقى كده بالبلويف بتاعنا. بص انا هرساها كويس، دي علبه، هبدأ اقلب كل ده مع بعضه. في ناس بيعملوها بكذا طريقة، وفي ناس بيعملوها بالبيض بس، وفي بتتعمل طاجن في الفرن، لها كذا طريقة للعمال البلوبيف، يعني هجرب معاكم كذا طريقة برضو بس مش دلوقتي ان شاء الله. هبدأ اقلب البلوبيف كويس كده مع الطماطم والفلفل والبصل، واسيبه بس ياخد تشويحة مفيش دقيقة. معايا هو بيستوي بسرعة قوي عشان هو من اللحوم اصلا اللي بتبقى جاهزة للاكل، يعني بتبقى مستوية يدوبك يعني زي تتسخن تتشوح بس كده على النار، ما بتاخدش سوا. شايفين شكله كده، خلاص تقليبة كمان ويعتبر استوى، يعني ما بياخدش دقايق، ما فاضلش كده غير معايا غير البيض بس هو اللي فاضل من كل المكونات اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. كده تمام بقى، كده ابدا انزل بالبيض بتاعي، دول 4 بيضات زي ما قلت لكم.
في ناس بتكتر بيض عن كده، هبدأ انزل بالاربع بيضات بتوعنا. في ناس بيكتروا بصل قوي، بيحبوا بصله كتير، بس ما احبش حاجه تغطش على طعم الاكله اللي احنا بنعملها. يعني لو كترتش البصل طعم البلوبيف مش هيبان قوي. بصوا كده، هما اربع بيضات كفايه قوي عشان يبان معايا برضو شكل البلوبيف، ما يبقاش البيض اكتر من البلوبيف. هبدأ اقلبهم كويس، برضو البيض ما بياخدش سوا، هو اخر حاجة انا بحطها. لو جربتي تعمليه بالطريقة دي صدقيني مش هتبطلي تاكليه. بصوا ثواني ويجهز معايا. بصوا كده كان خلاص فات حوالي دقيقة واحدة بس، يعتبر كده البلوبيف خلاص جاهز معايا للأكل. ده شكله النهائي بعد ما استوى، أكلة سهلة وخفيفة. هغرفه وأوريهولكوا في الطبق شكله ايه. شايفين شكله حاجة كده تفتح النفس بصراحة، وألوان الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر مع البلوبيف والريحة ما أقولكيش، وبألف هنا وشفا. وصفة سهلة وسريعة وتنفع في أكلات خفيفة، في أكلة شعبية تحطيها في فطار في غدا في عشاء زي ما تحبي. وياريت وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما كنش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو دعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.